السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح ننقل فيه أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي تم انعقاده اليوم بخصوص منحة البطالة، كذلك رفع الأجور، وكذلك الزيادات في معاشات المتقاعدين. نبدأ بالحاجة الأولى. كما راكم تشوفوا في الصورة، رئيس الجمهورية يقر مجموعة من الإجراءات من أجل حماية القدرة الشرائية. الاجتماع خلص إلى رفع الأجور بما يتماشى مع صون القدرة الشرائية للمواطن، معناتها الأجور راح يزيدوهم عكس ما كان متوقع. كنا كامل متوقعين أنه راح يزيدوا في قيمة النقطة الاستدلالية اللي مقدرة ب 45 دينار جزائري. الاجتماع خلص إلى الزيادة في النقطة الاستدلالية وليس قيمة النقطة الاستدلالية، معناتها نفس التغيير تاع المرة اللي فاتت. كذلك الزيادة في منحة البطالة من 13,000 من 1,800,000 إلى 1,500,000. كذلك أمر جد هام يخص معاشات المتقاعدين، رفع الحد الأدنى المضمون لمعاشات المتقاعدين إلى 15,000 دينار. معناتها كاين ناس متقاعدين كانوا يخلصوا 500,000 300,000 إلى آخره، هذو كامل راح يبداو يخلصوا 1,500,000 ابتداء من جانفي من سنة 2023 إن شاء الله. هذه هي أهم الأخبار، وأي حاجة إن شاء الله راح ننقلها في القناة. والسلام عليكم.